حرص النجم الكوميدي محمد هنيدي على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للسعادة واللي مر من أيام، وطبعا شارك هنيدي كعادته بطريقته الساخرة ونشر على تويتر مجموعة صور بائسة وكتب وقال: بالنسبة ليوم العالمي للسعادة أول مرة أخد فيها دور متكلم، قعدنا نعيد المشهد 13 مرة، وفي المونتاج كان الشريط الوحيد اللي اتحرق الشريط بتاعي.